الكارثة الكبرى اللي عايز اتكلم فيها التانية، كارثة المواد المخدرة والمنشطة للجهاز العصبي للبني آدم، المخدرات اللي بتتباع على نواصي الشوارع. أبرئ ذمتي بقى أمام الله وأقول عليها. المخدرات دي مشكلتها إيه؟ سيقول لك السلوك الإدماني الناس بتتولد بيه أو وراثة، سلوك إدماني فبقى مدمن. مش دي المشكلة، المشكلة إن لو حد دخل بالصدفة وبقى مدمن بيتحول إلى إنسان غصب عنه بسبب المخدرات على مستوى الشخصية، منحرف كاذب وضال الفكر ومؤذي لنفسه وللغير وللمجتمع. إذن الدولة عليها مسؤولية جمة كبيرة جدا في محاصرة المخدرات دي. أشوف أنا بقى النهاردة حد من المتسببين لأولادي في الكارثة دي وأعدمه في ميدان عام، وأشوف وأكتر من الناس اللي عندها الوعي بإزاي يتعاملوا مع هؤلاء الأطفال. الأطفال يا فندم مدمنين دلوقتي، أرقى وأجمل الأحياء وأسوأ الأحياء نظاما، مليانة مخدرات وأنواع وبتتصنع في البيوت دلوقتي وحاجة زي الفل. جيبوا الشباب دول واملوا الشوارع ثقافة رياضة، اعملوا الباركس. يعني أنا بيعجبني أوي أنا ماشي في الشارع دايما ألاقي ملعب كورة معمول حي بيعمله، وتلاقيهم بيأجروه بجنيه ولا بخمسة جنيه ولا بتاع الساعة وما بيفضاش من الولاد. ما تعملوا 10,000 واحد نصب. صح، ما احنا طول ما احنا ماشيين في ناس واقفه في الشارع بتاخد منك فلوس، مش عارف ليه انت وقفت هنا تدفع مش عارف جنيه ولا 10 ولا 20 بالإتاوة. ما تعملوا الملاعب في الشوارع بتاع الحديد اللي ممكن يتعمل منه عقله. احنا رحنا اوروبا وامريكا وشفنا الباركس والمنتزهات دي، اعملوا فيها وزودوا الثقافه.